السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله من سورة البقرة ومن الآية 214 نبدأ إن شاء الله. إحنا كمان عاوزين السادة المشاهدين يفتحوا معانا المصاحف من سورة البقرة الآية 214، واحفظوا الآيات، احفظوا القرآن، ربنا يحفظكم في الدنيا وفي الآخرة، وتبقوا مستورين في الدنيا وفي الآخرة، وتبقوا في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. إحنا بنقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والفلق والناس مع بعض، نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وبناخد حكمة برضو. الحكمة النهاردة بتقول إيه؟ إذا هدأ غضبك تكلم. إذا كنت غضبان ما تتكلمش. تتكلم ممكن تقول كلام يخرجك عن الدين. ممكن تغلط. وبعدين على الأقل حتى تفضل تعتذر. تعملش حاجة أبداً. تعتذر عنها ابدا. ما تذلش نفسك بالاعتذار. ما تعملش حاجه تقول معلش حقك على انا كنت ابدا. فوانت غضبان روح اتوضى واترك المكان، اعمل اي حاجه. ما تتكلمش وانت غضبان. املك نفسك. وانت غضبان هتطلق الوليه وتضرب بالكبشه وتضرب الواد وتسبله مع رفق. إذا هدأ غضبك فتكلم. حد حافظ من سورة البقرة 212 لغاية 213 آيتين؟ حد حافظ؟ فضل قل سل بني. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. جميل. حد حافظ؟ فضل. ومن يبدل؟
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. جميل. حد حافظ؟ تفضل. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. حد تاني؟ حد حافظ؟ تفضل. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. اللي بعده في حد حافظ تاني؟ تفضل. والله يرزق من يشاء بغير حساب. حد حافظ تاني؟ تفضل. كان الناس أمة واحدة. وأمة احنا بنقول الغنة كلها واحد. أمة واحدة كان الناس أمة واحدة. يا راجل أمة واحدة كان الناس. كان الناس أمة واحدة. أبدا سيدات غلط. تفضلي يا حاجة قولي كان الناس وفي غنة هنا. كان الناس أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة. اللي بعده. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. اللي بعده. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الله يفتح عليك. بس ما قلش الناس وأمدها، ده مد طبيعي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجوكم تاخدوا بالكم، القرآن سهل، واحضروا معانا هنا يد الله مع الجماعة، ولما تحضروا في ملائكة بتحضر معانا. احفظوا القرآن، ربنا يحفظكم. الحرف الساكن لا يغني لا عند الوقف ولا عند الوصل. ما قولش أم على طول. حسبتم، شوفوا الحاء والسين، اتعلموا. ادي القرآن اهو. أم حسبتم أن تدخلوا، أدي الغنة اهي. الغنة ما فيهاش فصال هنا وهناك وكل حتة. ها الغنة بمقدار حركتين، والحركة ثانية واحد اتنين. لازم ما أقولش مثلا أن تدخلوا، أبدا. أن تدخلوا وكل دال في المصحف عليها السكون أقلقل قلقلة الدال، أضرب لساني في حلق بقي وأنزله على طول. أن تدخلوا الجنة. أهم بقى من الغنات اللي احنا بنقول عليها، يعني الغنات دي قول درجة تانية، إنما الدرجة الأولى في القرآن تشكيل الحرف. ممكن قوي تغير فتحة بكسرة بضمة يديك معنى خالص. تنكحوا تنكحوا وهكذا، فبتغير معنى الكلمة خالص. فهنا الجنة لو نكسر بس، نحط الفتحة دي تحت الجيم هتبقى الجنة العفاريت. شوفوا بقى من الجنة للجنة العفاريت. ونحطها فوق واو جنة تبقى وقاية، نفس الكلمة بدل جنة جنة وقاية وهكذا. يعني ممكن قوي الكلمة تديك معاني كتيرة جدا بإيه؟ بالتشكيل، الفتحة والضمة. فأهم حاجة في القراءة تاخدوا بالكم من التشكيل. وإحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت القرآن سهل. أحكام القرآن والله من أسهل ما يمكن. أحكام النون والميم في المصحف كله ابتداء من فاتحة الكتاب إلى قل أعوذ برب الناس جنب بعض. أن تدخلوا الجنة ولما، أهو بس دول خلاص. الجنة ولما. إذن احنا دايما بذكر بقول إلزق لسانك في حلق بقك في النون اللي عليها الشدة، وإلزق شفايفك
ما تنساش اللزقة عند الميم اللي عليها الشدة. الجنة ولما، مش تقول لي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما تقراش. إذا كنت بتقرأ بكده وانت بتتعلم لغاية لما تتعلم، وعمرك ما هتتعلم وتقرأ غلط أبدا. إنما مدام أنت في مرحلة التعليم، الرسول مش عاوز يزهقك من القرآن، بيقولك إذا غلطت لك أجرين. إذا كنت بتتعلم، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه، ما هي تعتع؟ أنا أقولك زي ما يقول الأخ وأقول له الغنى هنا برضو يأكلها لي وما يقولهاش مرة واثنين وثلاثة، هي دي. هو بياخد أجرين وأنا برضو ربنا هيكرمني برضو، ما أنا واقف قدام بابه الكريم وما بيطردش حد أبدا. ما دام أنا رايح أشحت منه، أمال هشحت من مين؟ أشحت من الله، هو الغني، وما دام واقف على بابه والله هيديك وهيفتح لك الأبواب. يبقى الجنة ولما يأتكم، في مين بقى؟ بعدها مين؟ عايز أغنى برضو. تقول ولما يأتكم مثل، يأتكم ما تقولش يأتكم مثل أبدا، يأتكم إلزق الشفايف. مثل الذين ما تقولش خلو، شوف لو، لو تحبني هحبك، لو مش لو تحبني ها؟ لو ركب بقى الخاء، خاء شفايفك لقدام على هيئة تبويزة، خاء وابتسامة. لو القرآن ما هو إلا رياضة بالفك، خلو من قبلكم. الغنة بقى تخينة علشان القاف واللي يجور السعيد بيسعد. ها مفيش واحد ساكن في الزمالك يجي مثلا يسكن في حتة عشوائية، كل واحد عارف عندنا حروف مرققة وحروف تخينة، ادي كل حرف حق. وهنا الغنة تخينة من أجل القاف، من قبلكم من قبلكم، والباء تقلقل برضو. ميم بعدها ميم، من قبلكم. ما لو عرفت القاعدة انتهينا خلاص. إذا عرفت القاعدة مش هشوفك تاني، هتعلم الناس وتعمل اللي بقى فيها شيخ مطمطم بقى. أنا عارف يا ما ناس جم ومشوا بقوا كده، بقوا شيوخ وبقى إيه في المقدمة، وإحنا لسه بنقول ألف بيه مساتهم. طيب الحرف المشدد ده اللي لازم أغنه، أنت تغنه في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة، إنما ما فيش أبدا حرف مشدد تغنه إذا كان يبدأ بها الكلمة. زي دي ما مستهم، أقول مستهم وقلش بقى لأن الحرف ده عبارة عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، والعرب لا تبدأ بساكن فبيتركوا حرف، يقول لك مستهم خلاص. إنما عند الوصل من قبلكم مستهم، إذا بدأت تقول إيه مستهم. وكذلك في النون، النون إذا جت في أول الكلمة نون عليها شدة برضو تبقى نون مفتوحة بس بدون شدة. مستهم البأساء بمد، ما قلش وا والضراء، وا والضراء مد واجب. وزلزلوا ما تقولش وزلزلوا، وزلزو وزلزي ها إزاي، ما تقول وزلزلوا، وزلزي وزلزلوا. حتى تعلم الياء، حتى التاء والحاء من كلمة حتى دي. يقول صح ولا غلط؟ يا أقلية يا حتى يقول الرسول سول سوسو، شوف سو مصو الرسول. والذين آمنوا معه متى إيه بقى نقول نصر الله؟ تقول إيه أقلية ها؟ ناه نص ناه نحن مش نا ناه نصر الله. ألا بمد بقى اتنين ألف عند الوصل، إننا شوف النون الأولى بتغن، إننا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفي، أو تقول ينفقون ينفو
تقولوها ايه؟ يوم فيه. جملة نفي مثلا يوم فيه تقولوها ايه؟ ينفقون. قل ما تقول هجي بخنفة انفقتم انفا، الانف والاذن دكتور، الانف انفا انفقتم، ومين مع مين؟ مين مع مين برضه؟ ايه انفقتم من خير فللوالدين. ما نقولش والآه، تقولوها ايه؟ والآه، والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، قلق للنون الباء، وما تفعلوا خير. ما نقولهاش بخمس، قل فآه به عليم. طيب يعني ايه بقى معنى الكلام اللي خدناه ده؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أنتوا فاكرين هتخشوا الجنة كده هيصة؟ أنتوا فاكرينها هي هيصة بدون امتحان؟ عاوز تاخد درجة الدكتوراه بدون محدش يمتحنك أبدا، تاخدها كده من البيت كده؟ لازم تروح تمتحن، لازم ربنا لازم يمتحنك قبل تخش الجنة. بإيه؟ بالمصايب. يشوف انت ايه، انت صابر راضي بتاع، انت ايه قطر عليك في الرزق، ايه انت ايه خد منك عيل، هطلتم وتكفر ولا ايه؟ ده كل دول امانه، العيال امانه والزوجه امانه والفلوس امانه، امانه ودائع، والودائع لازم تروح لصاحبها، انت مش صاحبها لازم تروح له، فلما ياخدها منك طلتم تشق هدومك، ما في الصبر بيمتحنك بقى، هيمتحنك كلكم، الكل لازم يتعرض للامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، اللي كانوا قبلكم برضو كده ربنا امتحنهم برضو. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اللي كانوا قبل، واللي كانوا حتى مع الرسول وانهزموا في معركة، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، امتحان، مش تقول انا بعبدك يا رب ها وبعدين تعيا شويه خلاص تضل، خلاص يا اخي ايه ده يا اخي، ما انت عايش في النعيم يا اخي، ده بياخد منك جزء، حاجه بسيطه كده، بعض بعض كده بيمسك بعض حاجة كده، خلاص يا أخي احمد ربنا يا أخي واصبر، مهما يكون والله النتائج، لأن أنا لا أملك حاجة، أنا اتولدت عريان وحروح عريان، اتولدت ما معيش ولا تعريف ولا عندي حتى يعني فانيلا ألبسها، اداك وبيديك بقى خلاص يا أخي احمد ربنا يا أخي. وزلزلوا، شوفوا، حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ امتى؟ خلاص لا اكل ولا شرب، وجم واكلوا ورق الشجر، حاجه صعب جدا. طب ما يا رب احنا بنحبك واحنا مؤمنين، انا امتحنك اشوفك انت ايه؟ انت صح كده ولا في منافقين فيكم؟ نغرب للعمليه، عاوزين نطلع الذهب من الجبل ده كله تراب وكله في ذهب، عاوزين نطلعه، محشور الذهب محشور في التراب، عايزين نطلع الذهب ده، فيكم منكم ذهب وفيكم منكم صفيح، عايزين نشوف الذهب فيكم ايه. ألا إن نصر الله قريب، إنما والله ما هيجي لنا نصر أبدا وإحنا في هذه الحالة. الزنا علني في التلفزيونات وفي الأفلام وفي المسلسلات، علني علني، وكاسيات عاريات علني، والربا وأكله علني، والشرب الزفت والخمرة بالرخصة، يعني إزاي الدولة تعمل رخص للخمور ليه يعني، وتستورد ليه خمور ليه يعني ليه؟ أبدا مفيش نصر، أبدا ما فيش نصر للمسلمين أبدا إلا إذا رجعتم إلى الله. يسألونك ماذا ينفقون،
يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. آهي جايب لك العينات. إنما ترتشي وتعمل مائلة الرحمن، تغش وتشترك تقول عاوز أشترك في الجامع ده يتبني، إن الله طيب لا يقبل إلا تسرق له. عاوز تسرق، تسرق وعاوز ولا تحج تقول له لبيك اللهم لبيك وانت مدوخني على الكمبيانة اللي عليك، عمال اروح المحاكم وخلتني اغرم الجلد والسقط علشان اخد حقي، وتروح تقول له لبيك اللهم لبيك. انا اقول لك لبيك، اديني فلوسي اديني فلوسي، كل ما اقول لك اديني فلوسي تقول لي لوس، لوسي ايه؟ انا خدت لوس؟ ما خدتش لوس يا ضلالي. يسألونك ماذا ينفقون، لازم الإنفاق من حلال، ولما تيجي تنفق ما تشركش مع الله، اوعى تتخذ مع الله شريك. عاوز المأمور يعرف انك انت تبرعت، ما ينفعش، خليه بقى للمأمور كله بقى ابدا. الإنفاق لله خالصا من حلال ولله خالص، ما يهمكش ان ده يشوفك، يشوفك ايه؟ كل العالم شافتك وكتبت في الجرايد وطلعت في التلفزيون، بس هو مش قابل. ايه بقى عملت ايه بقى؟ تقابله ازاي؟ وروح بقى خد الثواب من اللي انت كنت بتتبرع لهم ولا 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 الى اخره. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير. الاول الام والاب دول، والله كان في واحد في البلد بيحكولي عليه، يعزم المأمور ويعزم العمدة ويعزم بتوع المباحث وكده، ايه فرد روحه قوي بقى في كله بقى حاجة تانية بقى، يمشي رج البلد وعزايم باستمرار، ما بيعرفش عن الكبراء، وابوه لابس جلابية مقطعة ويروح له في الحفلة وعمل حفلة ودابح الراجل وعازم وعازم، وعلشان عاوز ياكل ابوه يقوم يقول له خده في المطبخ دول سندوتش، خليه يمشي غوره. ايه اللي عرفنا ده وهيكشفنا ده؟ ها والله بيقولوا لما جه يموت ما لقى حق الكفن، جمعوا له الكفن، مات مفضوح، مات فقر. الوالدين لازم الانسان يشوف المر من الله، ها في الدنيا، مش في مش يأجل للآخرة، لا في الدنيا لازم يشوف الذل اللي عذب أبوه وأمه ولم يكرمهم. ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وبعدين الدرجة الثانية الأقارب واليتامى، يتيم إذا كان غلبان خليك أب ليه. الأب اليتيم اللي فقد أبوه يشوف له 10 آباء يعطفوا عليه، 20 أب يعطفوا عليه. والمساكين، المسكين اللي بياخد بهية مش مكفياه عشان ما يمدش ايده، اللي بياخد 200-300 جنيه الموظف ده مسكين، ادوله عشان ما يفتحش الدرج ويرتشي. وابن السبيل حتى لو كان راكب على حصان الفلوس راحت منه ويقول لك اديني وانت عارف، اديله. وما تفعلوا من خير شوفوا فإن الله به عليم. إنما عاوز ده كمان يبقى عليم بيه، عاوز الراجل ده يبقى عليم بيه وده يبقى عليم بيه ويبقى عليم بيه. طب خليك بقى مع العلماء دول نقرأ مع بعض. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء والضراء
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ ألا يسألونك ماذا ينفقون؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قل ما فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.